يعني هسه كل عشيره تريد تقيم مقام على نعم هسه خلي يقدمون نريد من رئيس وزراء يجيب لنا واحد قوه خلوا قيم مقام ما يشتغل شغل ماك مثيله ماكو واحد ما يطيعه هم دازت الدوله والدوله هي بعد هي المسؤوله عليهم احنا هسه نريد نقيم مقام شو اسمه مدير بلديه خلوا اسبوع وقدم استقاله مل كل ساعه واحد من عنده يريد فلوس واحد ما ادري ناهي ناس لعبت زين اريد اسالك سؤال شنو النهوة على المشاريع؟ هاي سؤال في ليابا المقاول مقاول المقاول لو شغله مو عدل ينهي؟ ينهي لا استاذ على مدمات لا بس على كيفكم بس اشرحوا لي ما اعتقد ما اعتقد على مدمات لو الشغل مو زين يرفض الشغل يعني شو يقول له؟ نهوة عليك منهي؟ يقول له يقول له منهي لا تشتغل وقف آليات واذا شغل آليات انت سلفه سلفه كيف هيك العباس اللي يحكي هنا أنا ها قايم مقام ليش هدي دوره راح يقدم استقالة ورجال هسه يشتغل بالناصرين.